لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بدي أطلب من كل إنسان أخطأت بحقه بقصد أو بلا قصد يسامحني. بشكرك يا رب، بشكرك يا رب على هالنعمة اللي عطيتني إياها. بشكرك ومقصرة شو ما بعمل، شو ما بعمل معك، من عبادة لصلاة لحج، بحس حالي مقصرة لأنه اللي عطيتني إياه شي كتير كبير. بدل ما أكون واقفة على مسرح بهاليوم، رح كون واقفة بين إيديك، بين إيدين رحمتك على جبل عرفة. يا رب يا رب تقبل مني ومن كل الحجاج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حدا بحب إنه يقطش رحمة ربه بكون عم يعطيه رحمة ومغفرة يقطشها؟ فبتمنى عليكم، الصلاة هي عمود الدين فعلا، واللي بيخسر رحمة ربه بيخسر قرب ربه منه، هيدي بتكون الخسارة الكبيرة. بحبكم كتير، وصدقوني كل إنسان بعيد عن ربنا بتمنى له يعيش بقرب منه ليذوق سعادة الدنيا والآخرة بإذن الله. بحبكم كتير.